مش انمي. طبعا انيميا عليك، بس بطبق بتنجان وانت هتبقى زي الفل يا معلم. استنى بس، ده اللي انت بتقوله ده هو اللي بتنجان؟ اتقل كده وافهم اللي جاي الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من المحللات. مش كل ما تحس بدوخة، مش كل ما تحس بإن أنت قلبك في نبضاته أسرع شوية، مش كل ما تحس بالإرهاق والإعياء، اللي عندك ده أنيميا. وحتى لو كان اللي عندك ده أنيميا، فمش كل اللي عنده أنيميا ياخد حديد. تعالوا نتكلم ببساطة شديدة عن إيه هو الأنيميا أصلا. الأنيميا هي فقر الدم، ده المعنى الدارج العربي. طبيا او علميا هي نقص ماده اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هي الماده بتبقى موجوده جوه كرات الدم الحمراء، مسؤوليتها ان هي بتشيل الاكسجين علشان تنقله لجميع اعضاء الجسم. تيجي نقولها بشكل الطف شويه، تعالوا نعتبر انه مجرى الدم في الانسان ده زي موقف العربيات بالظبط. الموقف ده له سعه معينه من العربيات، كل عربيه من العربيات اللي موجوده جوه الموقف ليها حموله معينه من الافراد. تعال نقول ان الموقف ده هو جسم الانسان او الاوعيه الدمويه، وان العربيات دي هي كرات الدم الحمراء اللي بتشيل الافراد دي اللي هي جزيئات الهيموجلوبين اللي بينقل بدوره الاكسجين لباقي اعضاء الجسم. لو نفترض مثلا انه الموقف ده فول كومبليت، يعني عربياته كلها مكتمله وكل عربيه محمله حمولتها كامله، فهنا نسبه حضور الافراد جوه الموقف نسبه 100%. لو فوجئت في مره من المرات انه عدد الافراد دول 50% بس، يعني نص الساعه، هل ده معناه انه لازم يكون الافراد هم اللي مش موجودين؟ ولا وارد جدا يكون الافراد موجودين لكن في عربيتين مش شغالين، عربيتين هم اللي مش موجودين، وبالتالي ده نقص في كرات الدم الحمراء نفسها، رغم انه كرات الدم الحمراء اللي موجوده شايله حمولتها الكافيه وهي 4 افراد، الا انه عدد العربيات نفسها مش كافي، وبالتالي هيطلع لي 50%. نفترض ان قدره عربيه منهم ما تقدرش تشيل الاربعه، مع ان 16 كلهم موجودين، فده برضو مشكله في كرات الدم الحمراء. او مثلا ممكن يكون العربيات كلها موجوده لكن الافراد نفسها هي اللي مش موجوده، وبالتالي كل عربيه منهم شايله نص الحموله بس، وبالتالي هيطلع لي 50% كاملين. الهدف من الموشن جرافيك البسيط ده ان انا اقرب لحضرتك الصوره، ان مش معنى ان انا عندي انيميا او نسبه الهيموجلوبين عندي بسيطه فاخد على طول ما يدعم الهيموجلوبين، ممكن يكون عندي مشكله في كرات الدم الحمراء نفسها ودي تستلزم علاج معين، لكن دي مش هنتكلم عنها لانها دقيقه شويه. تعالوا نتكلم في الافتراض الاخير، وهو انه الهيموجلوبين نفسه غير كافي، يعني الافراد نفسهم مش موجودين بالشكل الكافي اللي يملا كل حموله العربيه. هل ده معناه برضو اني اخد حديد او اكل بتنجان او عصير قصب او كبده وخلاص عمياني؟ لا طبعا. طيب ليه وازاي؟ ببساطه شديده، جزيء الهيموجلوبين ده عناصر كتير جدا مسؤوله عن تكوينه، صحيح اكبرها او اعظمها او على راسها هو مركب الحديد، لكن في حاجات تانية زي الفوليك اسيد، زي فيتامين بي 12، زي المغنيسيوم، زي حاجات كتير جدا مسؤوله عن تركيب الجزيء ده. فمش معنى ان انا عندي نقص في الهيموجلوبين اطخ حديد وانتهي. حديد على حديد طبعا، اللهم يا ريت. طيب اعرف ازاي؟ ببساطه شديده، اتوجه للمعمل، هو هيحدد لي نوع الانيميا دي ايه هي، وبناء عليه الطبيب المختص هيقدر يديني العلاج المناسب للحاله او المناسبه لنوع الانيميا اللي موجود عندي. طب ايه المشكله يا دكتور؟ ما انا ممكن اخد حديد وخلاص، ما كده كده احد المركبات. لا طبعا، في مشكله كبيره جدا، لانه لو شبهت لحضرتك انه الحديد ده يعتبر هو الطوب مثلا وبقيه المكونات دي هي الاسمنت، وانا عايز ابني البيت، فعندي وفر كتير جدا من الطوب لكن المكونات التانيه مش موجوده، فاوتوماتيك مش هعرف ابني الجدار اللي انا عايزه. هي نفس الفكرة بالظبط، لو عندي الحديد ده بشكل كافي والمكونات التانية هي اللي فيها العجز أو النقص، مش هقدر أعمل هيموجلوبين. طيب تراكم الحديد الكتير ده إيه اللي بيحصل فيه؟ ده بيزود حاجة اسمها الحديد المختزن في الكبد أو الفيريتين، ده لما يزيد عن المعدل الطبيعي بتاعه بيعمل لي مشاكل كتير جدا في الكبد. فمن فضلكم أي حد عنده مشكلة أنيميا يتجه للمعمل يعرف نوع الأنيميا إيه، وبعد كده الطبيب المختص هيحدد له العلاج المناسب للحالة اللي هو فيها بالظبط. كان عنده أنيميا مستعصية. مرض الانيميا مش مرتبط بوزن الشخص، او ان هو شخص مليان فده ما ينفعش يجيله انيميا، او ان ده شخص رفيع فاحنا نقول عليه ايه ده رفيع جدا عندك انيميا ولا ايه. الموضوع ملوش اي علاقه بالميزان ولا بالدهون ولا بالكلام ده كله خالص. الموضوع له علاقه بنوعيه اكل معينه، بتركيبات معينه في الدم، بمستوى الهيموجلوبين في الدم اللي ملوش علاقه بالشخص ده تخين او رفيع. الشعب المصري من اكبر الشعوب المصابه بمرض الانيميا، ده ليه؟ لان احنا عندنا سلوكيات وعادات خاطئه في الاكل،
على رأسها موضوع كوباية الشاي اللي محطوطة على الطبلية قبل الأكل ما يخلص. الشاي ده مشكلة كبيرة جدا فيما يخص الأنيميا. أنا مش بقول إن الشاي مضر، لا بالعكس، هو ليه فوائد كتير جدا في الدرايب وحاجات كتير جدا، لكن ضرره الوحيد إن هو بيكون بعد الأكل مباشرة. الجسم ياخد وقت معين تقريبا بيكون ساعتين يمتص فيه المواد اللي هو محتاجها من الأكل أو المواد الغذائية اللي دخلت فيه. الشاي ده بيعمل حاجز ما بين المواد اللي أنا أكلتها دي وما بين قدرة الإنسان على إن هو يمتص الحديد المطلوب منه. يعني مهما أكلت من حديد، مهما أكلت من مأكولات غنية وبعدها على طول كوباية شاي، فأنت كأنك عزلتهم في منطقة وخليت الأكل في منطقة، فأنت كده ما استفدتش أي حاجة. الصح إيه؟ إني لو عايز أشرب كوباية شاي أشربها بعد الأكل بتاعي تقريبا لمدة ساعتين، ما يقلش عن كده، ساعتها أضمن إنه أي قيمة غذائية أنا باخدها جسمي هيستفيد منها الاستفادة الكاملة. ياريت بعد كده ناخد بالنا من الحاجات دي، اني ما اقعدش اسيب في حديد عمال على بطاله خلاص علشان ما اذيش نفسي. لو عجبتك الحلقه لازم تعمل لايك، واهم من اللايك هو الشير علشان غيرك يستفيد منها، لان احنا عندنا مفهوم غلط تماما عن الموضوع ده. او تتفرج على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو على فيسبوك اعمل لايك للصفحه. انتظروا حلقاتنا اسبوعيا كل يوم خميس الساعه 8 على يوتيوب والساعه 9 على صفحه فيسبوك المحللاتي. اشوفكم على خير ان شاء الله.